والآن رأساً من الاستوديوهات إليكم أحسن فقرات الكاميرا الخفية. الجواز، فقرتنا دلوقتي عن الجواز. الواحد علشان يتجوز لازم ياخد رأي حد من أهله، بابا، مامته، أخوه. لكن ياخد رأي الناس في الشارع دي اللي صعبة شوية. ليه؟ واحد عملها عشان يتجوز بنات عمه، خد الاتنين في الشارع وبقى يحكم الناس بينهم، ياخد العقلة ولا الحلوة؟ وخد العقلة ولا الحلوة؟ معرفش، نشوف بقى هياخد العقلة ولا الحلوة. صباح الخير يا بيه. صباح الخير. لحظة من فضل حضرتك. صباح الخير. بقول لحضرتك ايه، كنت عاوز اخد رأي سيادتك في حاجة لو تكرمت من غير ما اعطل حضرتك. بقول ايه، انا من فيوم لمعزة، والاتنين دول ولاد عمي. وفسحتهم وعمي منتظرني بعد ربع ساعة، روحهم بعد ان اخد قرار اتجوز من فيهم واحدة زي ما حضرتك شايف، نورة حلوة والتانية عاقلة ورزينة. مش عارف اختار اني تشور عليا يا حضرتك. ايه رايك سيادتك؟ معلش. نعم، مش عارف راي حضرتك. تعال عشان ما يخطر. فايه راي سيادتك؟ مش عارف الحقيقه. بعدين عيب كده، عيب. بص قدامك. ها؟ فايه راي حضرتك؟ اكسب ايه؟ لا انت اللي، انا باخد راي سيادتك. انت ايه رايك ايه؟ اقول لك اتجوز هما الاثنين. هما الاثنين ما ينفعش. لا قول لي راي حضرتك. صحيح بقول لك لا، اصل ما ينفعش، دول اخوات، اتجوز اثنين اخوات. ويعني لا غيرك عملوها كتير. لا لا، جو صحيح، انا مش منظم. فيعني ما ينفعش يا بيه، دول يعني ما ينفعش. أولا أنا ما يمكنيش، والمفروض أنا أنقي واحدة وخلاص. أنقي شايف؟ إيه رأي سيادتك؟ أنا رأي سيادتك إنك تسافر دلوقتي الفيوم. أنا هتلاقي ناس هتقف، أنت من مصر ما تعرفش نفسك مصر من إزاي. طب ما أنا رأي سيادتك تشوف علينا الاثنين. السلام عليكم. بعد اذنك عايز خطه بس صغيره. اصل انا نويت اتجوز ان شاء الله، ربنا يعني الحمد لله وفقني يعني، فهم مرشحين لي كانوا عروستين عندي في البلد، فانا بصراحه مش عارف اختار منهم مين ولا مين، والاثنين موافقين عليا، فيا ريت لو تقدر تساعدني في الاختيار. مش عارف يعني يكون رايك ايه معايا، تشاركني جايز تقدر تتوصل يعني. الاختيار صعب، الاثنين احلى من بعض بصراحه. هما الاثنين دول؟ هما الاثنين دول. الاثنين اجمل من بعض. لازم اختار واحده، قالوا لي في البلد، ما انت عارف النظام لازم تتجوز واحده وحاجات كده وبتاع، يعني عشان تكمل نص دينك وكده، ومش عارف اعمل ايه انا. فيعني يعني يا ريت تختار لي واحده منهم. مش عارف انت رايك ايه يعني. مش عارف ايه. اتكلم بصراحه. اتكلم بجد. لا قول بجد. لا قول بجد. اتكلم بجد. من بعض حقيقي يعني. كويس، ما هو الاثنين، ما هي دي مشكلتي، ما انا بسالك ليه، عشان دي مشكلتي ان الاثنين فعلا قطعوا من بعض ومش عارف اعمل ايه. حد يبادر. صباح الخير. اصل دول ولاد عمي جايين من البلد، واخد بال حضرتك؟ وبعدين عمي كان قال لي خدهم ايه، فسحهم يعني، فديتهم الجنة. وبعدين المفروض ان انا هختار واحدة منهم، فانت عاوزة الاثنين احلى من بعض. فانت كاخ اكبر، انت يا بنت استنى خلينا نتكلم احنا والاستاذ، انت ايه رايك؟ شور عليك اخ اكبر. اصل انا ايه، مخي عمال يحاسبني ويودي ويجيب. خلينا ايوه في الواقع. فانت تشور عليا ايه حضرتك؟ رايك ايه؟ انا هقدر اكتر في ايه؟ اديك على فكره اللي ما اسمع. لا بص، لا ما تبقاش كده. لا هو الاثنين برضه انا حاطه كل واحد عايز. ما انا اشوف عشان كده شباب. وبعدين بس شكس تقول لي تاخد احنا نسالهم بقى، نشوف انا اللي هتختارك. اسالهم. نساله.
لا ما عندناش حريم تتكلم كده، عندناش مش في كده. مش في كده يا بنت. عيب. سميحة مش كده، احنا في الشارع وانت يا طويلة. وبعدين فايه رأيك انت؟ انت بقى اللي تشوف. ايه انت يعني؟ انا انت شو عليك اخ يعني؟ انت ايه قول لي انت ايه رأيك؟ مش عارف انت رأيك في انت. وبعدين مش عارف انا نورة ولا سميحة، مش عارف انت رأيك ايه. انا انت رأيك هو انا هتجوز ولا انت هتتجوز؟ ما انا باخد رأيك. ما انا قلت لك وقلت لك ان واحدة حلوة والتانية عاقلة وست بيت. يعني دي عاقلة ودي مش عاقلة؟ عاقلة برضه بس بس بتضحك. وانت رخا بتضحك. ما تضحك يعني دي واحدة عاقلة والتانية مش عاقلة؟ لا امال. طيب بقول لك برضه التانية عاقلة. ما تلخبطنيش أكتر من ده. أنا متلخبط طبيعي يا راجل. تقل لا فاهم مش عاقل يا بنت. خليني انتبه للراجل أكلمه. فإيه يعني؟ فأنا متلخبط على آخر لخبطة. تصدق بالله أنا اتلخبطت أكتر لما شفتك. فأنت إيه رأيك؟ والله أنت لخبطتني خالص. أنا مش عارف نتكلم خالص. أه قول إيه بقى؟ أنت هتتجوز ولا أنت؟ ما أنا هل هتتجوز ولا أنا هتجوز؟ خبر منيل. ما أنا بقول لك أنت اللي هتتجوز ولا أنا اللي هتجوز؟ أنا اللي هتجوز طبعاً. إحنا كمان هنتكلم في دي. خرج منيل لا تكون اللي هتتجوزهم مني وأنا واحد. قول لي بقى يا ريب اعمل ايه؟ مش عارف. تاخد رايك شوف. ما عندناش كده، احنا ناس يعني سلو بلدنا مش كده. انت من الفيوم؟ ايوه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. فقول لي بقى انت ايه رايك؟ ايه ايه؟ والله لا مروحكم. ايه رايك؟ لا لايم جنب الحيط. اهدي لايم جنب الحيط. ايوه. ايه رايك انت؟ طب ما نشوفه الاول. اقعد يا مريم. ما عندناش الكلام ده. ما قلت لك انت ايه رايك؟ والله اني هنسالهم. اسال. طب هنسالهم. هنسالهم كده. اقول له طب انت اسالهم كده انت. اسالهم قول لهم ولا تشوف ميتهم انت ولا شوف انا ميتهم؟ ما هم الاثنين معلقين فيا يا ناصح. معلقين فيا؟ مش ممكن تزحوا الواحده كده ولا كده؟ ازحوا لها فيا في بلاعه. ازحوا لها في اي حته. ازحوا لها فيا. ازحوا الواحده منهم واللي انت عينك عليها تفضل. طيب ما انا بقى باخد رايك. ما انت احنا بنعمل ايه من الصبح؟ ادي الواقعه البيضاء يا عم. ما تغرقنيش. قول لي اي كلمه. ازحوا الواحده منهم في اي حته. في اي حته فين؟ ارميها فين؟ وديها في اي حته. في اي حته. بقول لك دول لحمي. دول ولاد عمي. تقول لي ازحوا لها. طب خدهم الاثنين. اخدهم. اسمع اخد اثنين اخوات يا ناصح. هما الاثنين اخوات. ايوه. امال انا فحوست ايه؟ قول. اديني العبل ما يقولها. كنا انا مثلا انت حيرتني معاه. طيب ما تقول. ده انا اللي محتار مش انت. انا اللي محتار. انت طيب. انت محيرني انت معاك دلوقتي. طيب قول. طب نسالوهم. نسالوهم؟ مش هتنفع كده. ليه؟ انا ما عندناش احنا كده. هما يتكسفوا. يتكسفوا يا بنت. وش تسوي؟ اقول ده عن هي. انا بقول اخد نوره وبس. نوره النحله دي؟ ولا النوره ولا النحله ديك؟ الحلوه. انا ما شايف حد. مش هتغمني ليه بس؟ فاكره امل الراجل اللي دخل عند الفكهاني واشترى منه 2 كيلو برتقان وكيلو تفاح و2 كيلو مانجا وقال له الحساب كام؟ قال له 42 جنيه. راح مطلع له دفتر الشيكات من جيبه وراح كاتب له 42 جنيه. فاكره. واللي غيظ بقى في الموضوع ان في واحد تاني واقف جنبه بيعمل نفس الموضوع بالظبط. الحساب كام؟ كذا كذا. طيب خد دفتر الشيكات. الراجل حس انه من دنيا تانية. غاظ جدا. يا جماعه انا ما باخدش ورق، انا باخد فلوس. لا دلوقتي الناس بتتعامل كده. ايوه بس كمان واحد يخش يتكلم في التليفون ويطلع دفتر شيكات ويكتب الحساب صعبة برضو شوية. صعبة جدا مش صعبة شوية.
عليكم الحاج. وعليكم السلام. يا سيد. ايوه. شوف عمك الحاج. عينينا ابو عينين عينينا خال عينينا حاجة تاني؟ لا لا كمتر بطن ديك عنا؟ كم أبو يا هشام؟ أبا 32 بس كم؟ 32 طب اسم الكريم ايه نتشرف بيه؟ اسم سيد عبد سيد ايه؟ سيد سيد ايه؟ سيد مهدي وانا علي محمود طه اهلا وسهلا علي محمود محمد طه اهلا وسهلا اهلا بيك اهلا بيك اهلا وسهلا اسم الجد بقى ايه مالك اسم الجد؟ يا عم اسم الجد ما فيهاش حاجه ابو يا عم مالك ايه اسم ايه لا ولا حاجه انا قلت له اسمي الرباعي تمام وهو وهو انت اسم كده جد ما شاء الله لا ده احنا اخواتنا ما فيش حاجه يا عم عيسى اتفضل يا ابو هنا حق شيء ما تعملش بشيكات نعم ايه ده؟ ما تعملش بشيكات عن حاجة شيك ده ايه يعني ده؟ ده تمن البضاعة يعني ايه ما تعملش بشيك انت شاركنا في محل ولا عم بيعوا سيارات ولا ايه احنا واقفين فين؟ انا مش احنا عاملين فلوس يا عم الحاج بلا اي فلوس ما تعملش بشيكات بدي شيك عشان ما اعيش فيه احنا ما بنعملش سمعت يا عم الحاج نعم انت راجل لان نعرف شيكك صح ولا مش صح ولا انت زبون احدانا وبعدين احنا ما وقفناش ايه نغلط في حد خالص ما سمعت غلط ليه في حضرتك ما انا ما غلطتش فيك انا غلطان في حاجه اتفضل شيكك اللي انا خدته كتبته يا عم يا فاك سيبها يا الشيك يا الشيك ما عندناش خالص يا فاك سيب الفاك لا يا عم انا خدت الفاك ما اديك شيء دي فيها حاجه يا استاذ هي دي انا دلوقتي اديته فيه فيها حاجه انا مش حاجه لا لا الشيك الشيك مش عنده خالص طيب ما هو المشكله لما تاخد شيك يا عم شيك انت تعملش بشيكات اهو الاستاذ كاتب لك شيك اتفضل يا عم شيكك يا عم انت اتفضل ادي شيكك يا عم فلوس يا حاج يا عم مش عارف يا استاذ ان انت شيكك ده صح ولا مش صح ما بتعملش يا عم صح احنا مش كدابين يا عم لا يا عم راجل شريف كده شيكك مش هتديني خالص ادي فلوس ليه يا عم مش قدك يا عم يا عم مش حكايه ده ما تعملش يا عم يا عم ما هو البيع اهو بيديك شيك الشيك اهو فلوس يا حضرتك احنا امسك الشيك حضرتك ما تقلقش انت معاك الشيك انا خدت حقك امسك حي زي دي حسابه كام؟ حسابه 38 ونص 42 حضرتك انا كاتبه لك اهو كام؟ 42 جنيه دول ايوه 42 جنيه كم هو الحساب؟ ايه الحساب؟ 48 ونص 8 ولا 42 يا عم؟ لا مش تحسب كويس حسبته ما حسبتش كويس يا عم خدت 8 كيلو مانجا نص كيلو مانجا زيادة لا خلاص يا 42 جنيه مش عايزين ورقة دي ودينا 42 جنيه عوض على ورقة في الباقي يا عم معروف ادينا 42 جنيه وعوض كان على فيه اكرام عشان تيجي عندنا تاني في حالة الشركة انا تحت انا مستعد اكتب لك شيك تاني بالتاكسي وتروح تصرف لا ما احنا نرجع بالتاكسي ولا نرجع بالشيك ولا مش نجروها خالص يا عم حاجة راجل مضمون يا عم احنا راسنا بس احنا عندنا حي ادينا حبة انت عارف مكتوب عليها الثمن بعد المحلات اللي هنا على الرصيف الثاني يا عم الحاج احنا فوق راسنا ما قلناش حاجة ادينا حبة الببع اللي خدتي انا مش ورا الرسم شوارع لا مش كده ادينا حبة الحاجة هنا حضرتك اختي متجوزة واحد هنا يا عم فوق راسي على عيني وعلى راسي بس احنا دايما ناخد حق يا معروف ما تحترت يا استاذ حسابك يا حاج ده بقالي ساعه يا بيت 44 جنيه يا بيت 44 جنيه ايوه خلص عمك الحاج خليه يخلص انا بقول لك احنا عايزين فلوس احنا مش عايزين ورق انا حضرتك انا بس عايز اقول لك على حاجه احنا مش عايزين ورق بص حضرتك انا لما بروح ايه دي بس
شيك 44 جنيه مش ورق ده ورق دي احنا عايزين 44 جنيه اهو في الاستاذ اهو يا عم بيديك اهو بيديك ورق اول مره نشوف حاجه زي دي يا عم احنا عم نبيع ورق بفلوس وشيك فلوس يا عم انت تاني بفلوس عدينا فلوس تاخد ورق كيف طيب هقول لك انا على حاجه هات لي امسك دول حضرتك ماشي انت دلوقتي معاك الفلوس واحنا معانا البضاعه يا عم عبد الله عبد الله اتفضل يا ابوي ايه ده يا ابوي ايه ايه ده شيء لا احنا ما بنتعاملش بشيء يا عم ايه نعم الحاج بديله شيء بالمبلغ بتاعه بيقول لي لا احنا بنتعامل بفلوس عم فلوس ما اعرفش الشيكات اتفضل ايه ده دي ده ما اعرفش انا حاجه زي كده انت هتجيب لي ورقه وتقول لي تشيك انا ما اعرفش وريني حضرتك بنتعامل بفلوس البيت عارف الشيك ده فين حضرتك بنك جامد جدا وريني وده بنك بمنتهى يعني حضرتك تروح طوالي تصرف وانت واقف اعرفكم منين انتوا الاثنين انتوا طيب عارف القطر حضرتك اه انا اختي اللي ورا القطر طوالي طيب وانا هروح ادور على اختك ورا القطر ورا القطر ناس كتير امسك حضرتك ما تتضايقش ده بيديك فلوس يا عم دلوقتي فلوسك معاك اه وانا بضعت معاك يا اصل انا متضايق لان الواد قال لي لا انا مش هجيب فقلت له يا ريت تاخد انت الورق كله وتودي عندهم انت عارف عاطف ما بيشوفوش دايما ربنا يخليك ادهولي يعني هو بيعرف يتكلم دلوقتي بيعرف اه يا حبيبي خلاص ماشي سلموا عليك كلهم مع السلامه الحمد لله مع السلامه مع السلامه مع السلامه دلوقتي ناني يا كلمه ازيك يا ناني عامله ايه حضرتك الكارت بقى بتاع حضرتك عشان اتعرف على حضرتك عشان اول مره اخش عليك اه يا حبيبي الله يسلمك حضرتك المكالمه كام 70 جنيه و20 قرش كام 70 جنيه و20 قرش اتفضل يا اخويا انا ما باخدش شيكات لا طب انا كمان عامل لك شيك لا انا ما باخدش شيكات طب ممكن بطاقتك لو سمحت اتعرف عشان اعرف انا لو معايا بطاقتك ممكن اديها لك طب وانت بطاقتك لو سمحت انا غيرت هدومي ونسيت غيرت هدومك اقفل يا اخويا وبسرعه قوي حلقتنا برضو خلصت بس فقراتنا لسه ما خلصتش باي باي, باي. باي.